صفقات فاشلة، مدرب بيتراجع مستواه وبيعادل بدل الماتش 4 وبيخسر ماتش، لعيبة بيتهم اتهامها بتعاطي الحشيش، وإعلامنا فين؟ إعلامنا نايم، إعلامنا لا أسمع لا أرى لا أتكلم. وقبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة، ما تنسوش تعملوا متابعة وتعملوا شير وتعملوا لايك وتكتبوا كمان كومنت عشان نكون إحنا الإعلام البديل، عشان الإعلام المصري نايم شوية، في حاجات مش واخد باله منها. والموضوع هنا للأسف ليه هنقول إن هو متعمد، لأن أنت لما كان بيحصل جزء بسيط من ده في النادي الأهلي كان بيبقى الخبر على كل لسان وعلى كل برنامج وعلى كل إعلامي. تعال نتكلم بالتفصيل على الحاجات عشان ما تقوليش أصل لأ الإعلام عموما ما بيقولش كل حاجة، فكنت هقول لك صح. لكن لما يبقى عندنا إعلام بيتكلم طول السنين اللي فاتت عن مثلا صفقة بادجي وعن صفقة ميكيسوني وصفقة وكل الصفقات دي، وان الصفقات دي يطلع بعض الاعلاميين يقول لك ده اهدار للمال العام، ويطلع بعض الصحفيين الاعلاميين يقول لك ازاي الاهلي يجيب لعيبه بالمستوى ده وولتر بواليا، واللعيبه دي ما بتاديش، واللعيبه دي مش هي المهاجمين اللي محتاجها الاهلي، والاهلي بيسيء اختيار الافارقه. ماشي، ما عنديش مشكله، لان حقك كاعلامي تعمل ده، مش بلومك على ده، من حقك كاعلامي تعمل ده. لكن لما يكون عندي قصاده في الزمالك السنه دي بيجي لعيب زي زكريا الوردي بيحضر مباراه بيكون سبب في خسارتها، وعندي لعيب زي سامسون ما يعرفش الكوره مدوره ولا مربعه، وشكله اصلا ووضعه ما بيقولش ان هو لعيب كوره، ويكون فيه حاجات ودلائل كتير جدا 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 تقدر انت كشخص عادي وتقدر انت كاعلامي بقى كمان تخش على موقع الفيفا وتشوف ان سامسون ده كان بياخد في الشهر 500 يورو، والنادي اللي راح له بعد كده كان بياخد في الشهر 3000 دولار، وما يجي لمصر هنا بصفقة 850 ألف دولار ويكون مرتبه السنوي 350 ألف دولار، وتيجي تقول لي إن أنا مش سامع أو أنا مش هتكلم لما يكون في لعيب زي زكريا زي إبراهيم نضاي من ساعة ما جه وإحنا شايفينه في المستشفى وما نعرفش هيلعب إمتى، وإنت كإعلام لا تسمع لا ترى لا تتكلم لا تتحدث. أعتقد إن ده تعمد، اعتقد ان ده قلة حيلة، اعتقد ان ده توجه ان انا مش هتكلم غير على اخبار النادي الاهلي. كلنا فاكرين قصة بيرسي تاو والكلام على ان هي اصابة مزمنة، الحق بيرسي تاو عنده اصابة مزمنة، بالرغم ان الاصابة ساعتها كانت في رجل غير الرجل اللي كان بيحصل حصل فيها الاصابة قبل كده. وما عنديش مشكلة من مناقشتك للخبر، ما عنديش مشكلة، لكن الخبر لما يكون في الاهلي زي لما يكون في الزمالك، لكن ما ينفعش اخبار الاهلي نفتح لها المساحه ونتكلم عنها ونقعد نستفيض ونستضيف الناس، لكن لما يحصل الكلام ده الناحيه الثانيه في القلعه البيضاء او الدولاب الابيض محدش بيفتح صوته، كله بيسكت، لا اسمع لا ارى لا اتكلم. وعشان كده بقول لكم الحلقه دي اهميه انك توصلها للناس كلها عشان نكون احنا الاعلام البديل، طالما اعلامنا المرئي والمسموع عامل نفسه لا بيسمع ولا بيرى ولا بيتكلم. ما تنساش تعمل لايك وتعمل شير وتكتب كومنت كمان. ده اللي بيحصل من اعلامنا في قصه الصفقات، الزمالك بيجيب بدل الصفقه 4 أو 5 وبيتقال ان هو خد وش القفص، ولكن الصفقات كلها لا تنم غير عن الفشل، ما بين لعيبه مصابه اصابات مزمنه ما لعبتش ولا ماتش، ما بين لعيبه مستواها لا يرتقي ان هي تكون مهاجم في فريق في الدوري الدرجه الرابعه في مصر زي سامسون، ما بين لعيبه جت في نص الملعب ما عملتش اي شيء غير ان هي كانت سبب في هزيمه فريقها في ماتش السوبر ومشيت عشان نفسيه ما قدرتش تستحمل ضغط الجماهير. لا سمعنا حد يتكلم عن العمولات، ولا سمعنا حد يتكلم عن اهدار المال العام، ولا سمعنا حد يتكلم عن فشل اللعيبه وعدم ان اللعيبه دي ما ينفعش تكون على القدر ولا بحجم نادي الزمالك، بالرغم ان احنا سمعنا عن امير الدهاء، وسمعنا عن عقليه امير، وسمعنا عن ملف ان امير ازاي ادار الصفقات بحرفيه وبمهنيه، وانه عمل احلى موسم صفقات للزمالك في تاريخ الزمالك وفي تاريخ الكره المصريه، وشفنا مذيعين بيستضيفوه ومذيعين قاعدين بيتكلموا معاه ان على عبقريه نادي الزمالك في صفقاته هذا الموسم. بالرغم ان بفشل كل ده ما سمعناش حد طلع بيتكلم، لكن بادجي نتكلم عنه عادي، والتر بواليا نتكلم عنه عادي، ميكيسوني نتكلم عنه عادي، وكمان بيرسي تاو نتكلم عنه عادي. ليه؟ لان احنا بنتكلم عن الاهلي وبس. ليه؟ عشان مجلس اداره النادي الاهلي ناس محترمه، ناس مؤدبه، لكن اللي هيطلع يشتمنا وهيطلع يهنا بامهاتنا وهيطلع يقول للمتحده مشوهم من القناه ما نقدرش نجيب سيرتهم ولا نفتح بقنا، اعمل نفسنا مش واخدين بالنا. ده ملف. الملف الثاني
اعلامنا الجميل برضو، وانا هنا بخص الجميع عشان بس ايه، لا استثني احد، لا استثني احد. اعلامنا الجميل كان بيطلع يتكلم على موسيماني ان مدرب لا يليق بالنادي الاهلي، لدرجه ان بعض مش الاعلاميين بقى، بعض المحللين كانوا بيقولوا ان من عيوب موسيماني ان هو ما بيعرفش يعمل حاجه، ان هو بياخد بطولات بس. مدرب مشكلته ان هو بيعرف ياخد بطولات بس. موسيماني اللي كان واخد 2 برونزيه عالم واثنين افريقيا وبيوصل 3 نهائي متتاليين وبياخد 2 سوبر افريقي وبياخد كاس مصر، كل الكلام ده اتبلور في ان موسيماني ضعيف جدا وضعيف شخصيه وما بيقدرش وفاشل مع الاهلي في الدوري، وان هو مش قد الاهلي ومش قد فريق الاهلي، وان هو الاهلي المفروض يمشيه ويجيب حد احسن من كده. في عز ما كان فريرا البابا والبروفيسور واللي لازم كلنا نتعلم منه. ليه؟ عشان كان بيكسب، بالرغم ان موسيماني كان بيكسب قاري ودولي، كان بيكسب قاري ودولي، كان بيكسب بفريق الثاني في الاهلي او الثالث كمان في كاس العالم للانديه اللي كل كان مراهن ان الاهلي هيروح يخرج منه بفضيحه، ومع ذلك محدش كان بيتكلم ولا بيشكر فيه، محدش كان بيصيبه، لكن كلنا كنا بنتكلم على البروفيسور اللي المفروض يدي دروس في الاعلام، المفروض يدي دروس لمدربين مصر، المفروض مصر تستفيد من خبراته. ومع ذلك دلوقتي بيحصل ان احنا عندنا مدير فني فاشل، مدير فني بيضيع على الزمالك اكتر من 10 نقط، اكتر من 10 نقط واحنا لسه في اول 11 جوله، مدير فني بيتراجع للمركز الثالث بالرغم الصفقات اللي عملت له. هيجي حد يقول لي هو مش مسؤول عن الصفقات، اسف، مسؤول عن الصفقات وملف الصفقات، ان هو سابه لشخص ما واعتمد عليه دي مشكلته. الصفقات بتكون مسؤوليه المدير الفني، بالذات لو هو ما جاش عليها، هي جت وهو موجود، ان هو بقى رضي يسيبها الامير عشان هو كان شايف ان انا باي حد اقدر اعمل اي حاجه، فدي برضو يحاسب عليها. تراجع في الاداء، تراجع في المستوى، الزمالك ملوش شكل، الزمالك المكاسب كانت مغطيه على فشل جده اللي عرف يضحك عليهم، لان لما فيش اداء انا راجل بدافع وبلعب على الكوره، او من الاخر كنت بلعب على لجنه عصام عبد الفتاح، كنت بلعب على الاحتواء، بلعب على بروتوكول البار، بلعب على الاحتواء وروح البروتوكول، كان كل دي العوامل اللي بتساعدني اللي الاعلام كان ساعتها بيشكر فيه. تمام، الاعلام بيشكر فيه. حاليا بيحصل تراجع في الاداء، مستوى في الملعب زي الخرق، شكل فني زباله، تغييرات اخرى من الخرا، ومع ذلك ما بنسمعش حد قادر يتكلم على البروفيسور. بالعكس، ممكن نتكلم ساعتها على مجلس الاداره، ممكن ساعتها اسف ما نقدرش نتكلم على مجلس الاداره، بنتكلم عن الحكام، نتكلم عن الجمهور، نتكلم ان لازم الفريق يتساند ويجتمع، بنتكلم ان الجمهور لازم يفضل ورا فريقه، لكن لا بننتقد المدير الفني ولا بننتقد اداء اللعيبه ولا اي حاجه. لكن في الاهلي وعلى النقيض كنا بننتقد موسيماني، وممكن ننتقد كولر، ممكن ننتقد لعيبه الاهلي. ليه؟ عشان عندنا مجلس اداره محترم بيرد بادب وباحترام، لكن الناحيه الثانيه عندنا شخص هيطلع يشتمكم كلكم واحد واحد ويمنعكم من الظهور في القناه، فساعتها نقدر ما نقدرش نتكلم عنه. للاسف للاسف موجهين قصاد الاهلي. انت قول مش موجهين وافترض حسن النيه لما يكون ده حصل هنا وحصل هنا وانت ما اتكلمتش هنا ولا اتكلمت هنا، لكن طالما قدرت تتكلم هنا مش قادر تتكلم هنا. ليه؟ مش قادر تتكلم لانك خايف، مش قادر تتكلم لانك موجه. ده الملف الثاني. الملف الثالث اللي هنتكلم فيه، احنا عندنا لعيبه طلع رئيس ناديهم قال ان هم بيشربوا مخدرات وبيشربوا حشيش، والنهارده كان في تحليل في لعيب اصلا ما جاش، وفي لعيب مشي، وفي لعيب كمان مشي، يعني في اتنين مشيوا، زيزو مشي وقال مجهد، عبد الله جمعه ما رضيش يتعمل له التحليل، واحمد فتوح اصلا ما جاش التمرين النهارده، يعني في لعيبه رفض التحليل اتعمل النهارده بعد ما اصلا كان في رئيس نادي طلع قال ان انا عندي اتنين بيحششوا، وفي واحد منهم طلع قال انا بعتذر وعايز ابدا صفحه جديده، يعني بياكد على نفسه التهمه، كلام جميل. فين اعلامنا الجميل المحايد الرايق من الكلام ده؟ في عز ما اعلامنا فتح مساحه عشان احتفال احمد عبد القادر، ساعتها ابراهيم بيه الابيض طلع قال ازاي احمد قادر يعمل كده، وجاب ساعتها مدير صندوق مكافحه الادمان وعمل حلقه، وان ازاي وان ده بيخلي الناس اللي بطلت ترجع تاني، وانتوا ازاي تعملوا في الناس كده، وانتوا 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 عشان احتفال لعيب انتوا مش فاهمينه، انتوا جهله ومش عارفين ان انتوا يا جهله يا جهله بالعلم بالشيء، ان انتوا ان الاحتفال ده احتفال عالمي بيحصل معناها ان انا شخص بارد او دمي بارد واقدر استحمل الضغوطات، فجهلكم بدل ما خلي فريق اعدادك او انت شخصيا تدور على ده وده تفهم ده معناه ايه، فقررت تجيب مدير صندوق مكافحه الادمان. في عز ما طلع عندك رئيس نادي قال انا عندي اتنين لعيبه بيحششوا، وانت قررت
تعمل نفسك لا تسمع لا ترى لا تتكلم، كل اعلامنا. يبقى هنا ده اسمه ايه؟ يبقى اسمه توجه. ده يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه احنا مش اعلام، مش اعلام، لا انتوا مش اعلام. الاعلام او الصحفي بيقول الخبر هنا او هنا، بيقول اللي بيحصل هنا وهنا، بيجري ورا الحقيقه. لكن انتوا بتجروا ورا هدم النادي الاهلي، بتجروا ورا فضح والتدخل فيما لا يعنيك وما لا يعنيك وما يعنيك في النادي الاهلي. لكن الناحيه الثانيه ما نقدرش نتكلم، الناحيه الثانيه لا اسمع لا ارى لا اتكلم، عشان بقى تعليمات، عشان واخدين خايفين، عشان مكسور عينيكو، الله اعلم. لكن في الاخر نرجع ونقول اللي بيحصل ده بيحصل ليه؟ بيحصل عشان ننوس عين الدوله، الزمالك اللي الكل بيخدمه. انا هنا طالع بكلمك بس في ملف الاعلام، ملف المنظومه الاعلاميه، ما جيتش لسه جنب ملف التحكيم اللي هيتعمل له حلقه، عشان هم دلوقتي صياحهم عالي قوي في التحكيم. التحكيم اللي السنه اللي فاتت كان حلو، التحكيم اللي السنه اللي فاتت كنا بنطالب بالغاء الفقره، فقرة التحكيم كنا عايزين يلغوها، لكن السنة دي هنلجأ للفيفا. وليه؟ عشان مش عارفين نتواصل مع عصام عبد الفتاح، عشان مش عارفين نكلم الراجل الأجنبي، عشان مش عارفين نقول له شيل ده وحط ده، عشان مش عارفين نقول أصل إحنا محتاجين بطولة فيعينونا حكم مصري، كل ده إحنا مش عارفين نعمله. وهنتكلم في ده بالتفصيل وبالأخطاء زي ما قلنا، لكن اللي أنا عايز أقوله إن ده إعلامنا. عشان كده بقول لك اعمل شير واكتب كومنت واعمل لايك، وخلينا إحنا الإعلام البديل. خلينا احنا الاعلام اللي يوصل ان اللي بيحصل جوه الزمالك ما هو الا فشل وفشل وفشل. كل شيء بيدل على الفشل. عايز تكلمني عن فساد هتلاقي جوه الزمالك، عايز تكلمني عن تزوير هتلاقي جوه الزمالك، عايز تكلمني عن اهدار مال عام هتلاقي جوه الزمالك، عايز تكلمني عن تغيير عملات وقضيه عملات هتلاقي جوه الزمالك، عايز تكلمني عن لعيبه بتحشش هتلاقي جوه الزمالك. وتقول لي رياضه؟ لا، دي مش رياضه. اللي بيحصل ده ان في نادي بقى بيسيء لكلمه رياضه وبيسيء لمصر. انا اعتقد ان لازم يجب التدخل، لان اعلامنا للاسف 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 لا يسمع لا يرى لا يتكلم، وموجه موجه ليه؟ لانه اعلام بيخاف من اللي ممكن يطلع يشتمه، وللاسف للاسف ما بيقدرش المؤدب والمحترم. واتمنى من مجلس ادارتنا انهم يتعاملوا مع النوعيه دي من الاعلاميين بأي شيء بقى، بتهديد زي ما بيحصل الناحية التانية، مش بتهديد، انك تاخد موقف منهم، من الظهور معاهم، من ان لعيبتك تظهر معاهم، من لعيبتك تتكلم ليهم وتديهم اي تصريحات، من تصويرهم لأي شيء يخصك، لانهم ما يستاهلوش غير ده. واللي يطلع يتكلم فيهم عن لسانك تطلع في بيان رسمي تكذبه بالاسم، تفضحه وتقول ده كذاب، محدش من عندي يتكلم، لا المدير الفني ولا اللعيبة قالت الكلام ده بالاسم كده، وتفضحوهم وتعروهم للناس، لأن ريحتهم فاحت. ولكن ولكن للأسف ده ليه؟ عشان الزمالك ناموس الدولة، ويرجع في الآخر ويقول لك أصل الدول الأهلي الدولة بتخدمه. يلا هنعمل إيه؟ إن شاء الله بإذن الله أشوفكم في حلقة جديدة من المشجع. سلام.